دكتور سامعيني؟ سامعينك دكتور سامعين الريكورد ها يلا تفضل دكتور بيسجل محمد كملت انت ولا لسه؟ تقريبا خلص اخر نقطة اني اوجد قيمة الكي ثلاث فحكينا انه اكس بار اكبر من كي ثلاث بوجد توزيع الاكس بار اخر شيء بيطلع عندي هنا بدل انه هناك كنا ما ناخذ السبريمم اندر اتش نوت كان الثيتا سمبل فبنعوض قيمة الثيتا واحد هنا لا عندي الثيتا اقل او يساوي واحد فلذلك احتمال اكس بار اكبر من كي ثلاث بتضلها بالسبريمم بدي اروح اوجد القيمة العظمى للاحتمال هذا عندما ثيتا اقل او يساوي واحد تمام ايوه فبوجد توزيع الاكس بار واخر شيء بحوله لكاي سكوير وبكامل من 20 كي 3 على ثيتا لانفينيتي لكاي سكوير 20 لدي يو للسبريمم ثيتا اقل يساوي 1 تمام؟ طيب الان بدي اوجد السبريمم، السبريمم عن طريق الليبنز رول اللي هي ب 631 بشتق خلاص محمد مروا معنا ايوه بشتق هذا المقدار انكريزنج ايوه ايوه تمام محمد مروا المفروض بنقول يعني الخطوات كلها المفروض الكل الان بيعرفها بالسابق خلينا نستغل الوقت كملت انت هيك محمد كملت الان بكمل معاك زميلي علي الشاعر يلا تفضل يا علي علي اول ولا يعني. تفضل علي يلا يلا خلونا تمام هسا عندنا النورمال ديستريبيوشن اند لايكلي هود ريشيو تيست في بعض الامثله بكون بس اجي اوجد البي دي اف للتوزيع اللي بكون معي بكون صعب او بغلب فهسا عندنا النورمال ديستريبيوشن هو بيريحنا بهاي الحالات عندي هون تو رول الرول الاولى بحكي لي ليت زد توزيع نورمال 0 1 اند دبليو توزيعها كاي سكوير درجات حريه في اذا زد ودبليو اندبندنت ذن تي بتصير عندي بتساوي الزد على جذر الدبليو على في بيكون توزيعها تي بدرجات حريه في هاي الرول الاولى الرول الثانيه بحكي لي دبليو 1 توزيعها برضه كاي سكوير بدرجات حريه في 1 ودبليو 2 توزيعها كاي سكوير بدرجات حريه في 2 هسه بحكي لي اذا دبليو 1 ودبليو 2 اندبندنت ذن دبليو 1 على درجات الحريه اللي الها في 1 على دبليو 2 على في 2 بيكون توزيعها اف V1 V2 هسه عندنا هون توضيح كيف نقدر نستخدم التو رولز هذول طيب عملي هون في علي علي عملي طيب الان بعد ما شرح زميلكم العبابنا اللي هو يعني فكره اللايك لهود ريشيو تيست ومشى فيه وشلون نجيب اللايك لهود ريشيو تيست للمسائل يعني بتلاحظ بعد ما بدا علي مباشره اجى موضوع جديد وكانه نورمال ديستريبيوشن اند لايكلي هود ريشيو تيست واجت افكار جديده رول نمبر 1 رول نمبر 2 يعني زد بتوزع ستاندرد نورمال دبليو توزع كاي حاصل قسمه مش عارف طب شو له علاقته بالموضوع يعني طب لو سالتك يا علي شو علاقته هذا بالموضوع دكتور احنا هذا ما زي ما حكيت اوقات بكون البي دي اف بس اجي اوجد قيمه كي ما بقدر اطلع البي دي اف للديستريبيوشن بكون صعب علي هون انا بس نعملها نورمال 0 1 واقسمهم على بعض انا بستخدم اللايكلي هود ريشيو تيست اللي شرحه العبابني فوق طبعا انا بالطريقه هاي وبعدين بصير عندي التوزيع سهل يعني بكون عندي توزيع طيب وضحت 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 اللي حكيته بس هو هاي يعني الرول سواء الرول نمبر 1 او الرول نمبر 2 اللي قدامك الاولى بتتحدث عن توزيع تي بالاحصاء هذا توزيع تي مشهورها له درجات حريه عاده مستخدم لها الرمز اللي قدامك هذا تي وبين قوسين في اللي هي بترمز لدرجات الحريه وفي توزيع اخر برضه بيظهر اللي هو بنسميه الاف برضه توزيع مشهور في الاحصاء والاف بيعتمد على درجات حريه في 1 وفي 2 يعني ثنتين مش درجتين حريه لا 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 معلمتين كل معلمه تتعلق بدرجات الحريه بنقول في الحالتين هذول اللي قدامك سواء التي او الاف كثير وانت تطبق باللايك لهود ريشيو تيست بيظهروا معك أو بظهر معك أشكال معينة بدنا نعرف إنه هذا أحدهم توزيع تي والآخر توزيع أف عشان هيك الآن عرفنا لك من وين توزيع تي جاي في الإحصاء ومن وين توزيع أف كمان جاي في الإحصاء بالرغم إذا تيجي تقتطعهم هذول من المحاضرات ما لهمش علاقة بالمحاضرات إذا كنت المعلومات هاي تعرفها
بس يعني باعتقادي انه مش الكل بيعرفها، وبالتالي كتبنا لك اياها رول نمبر 1 ورول نمبر 2. الاولى اللي بتتحدث توزيع تي، توزيع تي له دنسيتي، مثل ما بنكتب النورمال او الباينوميال او اي توزيع من التوزيعات، له فورمولا معين كونستانت هيك 1 على 1 زائد نسميها اكس تربيع على درجات الحريه تربيع لكل قوه نص، اعتقد هيك صورته يعني، حتى مش حافظه انا كويس، لكن له فورمولا معين. الان بنقول الفورمولا هاي من وين جاي بالاساس؟ هاي جاي توزيع تي من حاصل قسمه ستاندرد نورمال على جذر الكاي سكوير على درجات حريته. يعني لاحظ بالبسط بنقول التي شو تعريفها؟ هاي اللي عليه المؤشر يا علي، ايوه. بنقول التي هاي شو تعريفها؟ زد. وشو الزد هاي بالرول كاتبين؟ بنقول زد بتتوزع توزيع طبيعي وسط صفر وتباين واحد، يعني ستاندرد نورمال. فصار عندي بالبسط ستاندرد نورمال مقسوم على شو في بالمقام؟ جذر دبليو اللي هي كاي سكوير، جذر كاي سكوير على درجات حريته اللي هي في، لانه جذر دبليو على في، فجذر كاي سكوير على في هذا دائما حاصل القسمة بيعطيني مقدار مقدار. اذا بحاول اوجد توزيعه بجده له فورمولا معينه اللي في الاحصاء اسمها تي بدرجات حريه في، بشرط واحد لازم تكون الزد والدبليو اندبندنت. اذا ما كانوا اندبندنت لا هذا بيطلع تي، بس بنسميه في الاحصاء نان سنترال تي، ما نشفي. اذا الزد والدبليو هذول بكونوا اندبندنت بكون هذا المقدار توزيعه تي. نفس الشيء بالنسبه للرول اللي بعدها، بنقول برضو بتصادفنا كثير واحنا نطبق على لايك لهود ريشيو تيست، بتصادفنا كثيره مشان نقدر نتعامل مع المقادير اللي بتصادفنا. بنقول الرول الثانيه اذا كان في عندي متغير، الاول بتوزع كاي سكوير درجات حريته في واحد، المتغير الثاني بتوزع اسمه شو سمينا دبليو 2 بتوزع كاي سكوير درجات حريه في 2، حاصل قسمتهم مع كل واحد اقسمه على درجات حريته بنتج مقدار. إذا بتحاول توجد توزيعه بطلع فورمولا معينة بنسميها في الإحصاء F distribution، وهذا F بيعتمد على V1 وV2 درجات حرية أولى ودرجات حرية ثانية، أو بنسميها V1 اللي هي بالنيوميريتر والV2 اللي هي بالدينيوميريتر، يعني واحد في البسط واحد في المقام. فلاحظ الصيغة two random variables مقسومات على بعض، وكل random variable فيهم مقسوم على درجات حريته هذا المقدار بشرط random variable الأول والثاني كل واحد فيهم كاي سكوير، هذا بطلع توزيعه بنقول توزيع بنسميه في الإحصاء F، بطلع فورمولا معينة اسمه هذا في الإحصاء الفورمولا اللي بتنتج F، بشرط أنه برضو W1 و W2 يكون. إذا نختصرها التوزيع تي من وين جاي؟ ستاندرد نورمال على جذر كاي سكوير، هيك بس نعتبرها. الاف من وين جاي؟ كاي سكوير على كاي سكوير، بس هيك بغض النظر احنا بنقسم على ثوابت وكونستنت شو اسمه هذه درجات حريه الاول درجات حريه الثانيه، لكن مره ثانيه الاف كاي سكوير على كاي سكوير والتي ستاندرد نورمال على جذر كاي سكوير، بشرط بالحالتين يكونوا دائما هالمقادير تكون اندبندنت. الان هذول اللي بده احنا اياها هسه علي كمل شلون يعني ممكن كمان واحنا هيك نشتغل يظهروا معنا هذول. تفضل يا علي للمثال هذا مثال ولا ايش فرق؟ بدنا نوضح كيف نستخدم التو رول. التو رول هون هسه عندي عينه اكس 1 اب تو اكس ان راندوم سامبل من توزيع نورمال ميو سيجما تربيع. هسه احنا بنعرف انه بدنا نحول التوزيع هذا من ميو سيجما تربيع لتوزيع طبيعي، راح ناخذ اكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر الان، وعندي توزيع وعندي الدبليو تساوي ان ناقص واحد في اس واحد تربيع على سيجما تربيع، توزيعها بكون كاي سكوير درجات حريه ان ناقص واحد. وهسه بالنورمال بشكل عام احنا عارفين انه الاكس تربيع والاس 1 تربيع هذول بكونوا اندبندنت. هون بحكي لي انه اس 1 تربيع هي الفيرينس للعينه هاي، والسيجما تربيع هي الفيرينس للمجتمع اللي اخذنا منه العينه. بس يا علي هاي كاتبين لك اياه هذا على شكل مثال، بعدين كاتبين then we know that، يعني بنعرفه المفروض. هاي على فكره هاي نظريه بس اكيدها كلكم مرت عليه، يعني ما في واحد ما مرت عليها. شلون نحول ستاندرد نورمال وشو المقدار اللي خلينا نقول بيعتمد على اس تربيع وشو توزيعه بكون كاي سكوير، هاي اللي هو الفرع الثاني.
واكتبار الوسط الحسابي مع التباين للعينة، كله متحدث عن العينة دائما بكون ويندبت. فهاي المعلومات كلها بنعرفها. أيوة كمل يا تمام. هسه هون بما انه الزد صارت عندي حسب الرول الاول اللي هي توزيع طبيعي، والدبليو كاي سكوير، فمعناته هون انا والزد والدبليو اندبندنت، هون عندي الاكس بار والاس 1 تربيع هن اندبندنت، معناته بقدر استخدم الرول الاول اللي هو بحكي لي تي تساوي زد على جذر الدبليو واحد هاي على درجه الحريه لها ان ناقص واحد. طبعا بنعوض تعويض عادي، الزد اللي هي اكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر الان، بالنهايه بيطلع معي اكس بار ناقص ميو على اس على جذر الان توزيعها حسب الرول الاول تي بدرجه حريه ان ناقص واحد. وقف بس انا عشان يعني وقف يعني الان انا بدي اسال سؤال لعلي وللكل. لاحظ هذا المقدار يتحدث عنه علي، اكس بار ناقص ميو على اس على جذر الان. طب هذا مش بنعرف انه ستاندرد نورمال هذا توزيعه؟ شو جاب تي هون؟ دكتور انا اكس بار ناقص ميو على اس على جذر الان، ها؟ لانه اس والرول الاول هيك. ايوه لانه مين اللي جاوب؟ لانه اس مش سيجما هاي. خليك على المقدار يا علي. هذا ايوه خليك. اكس بار ناقص ميو على اس على جذر الان، متى هذا بكون توزيعه ستاندرد نورمال؟ اذا ما كانت الاس موجوده كان مكانها سيجما. فرق كبير، سيجما بارامتر، الاس عباره عن راندوم فيريبل ستاتستيك، هذا يعني واحد متغير وواحد ليس متغير. فهذا اذا اكس بار ناقص ميو على سيجما على جذر الان توزيعها يا علي ستاندرد نورمال، يعني نورمال صفر وواحد. بينما لاحظ لما السيجما كانت مش موجوده واخذنا مكانها اس شو صار التوزيع؟ توزيع تي. الآن بدي أذكركم بس بنقطة، حتى معظمكم يمكن كان بالبكالوريوس إحصاء، كثير بقى يمر معك في مواد البكالوريوس بالذات، يقول لك إذا السيجما معلومة استخدم الستاندرد نورمال، إذا السيجما مجهولة هذا في التستنج وفترات الثقة، حتى إذا السيجما كانت مجهولة شيلها وحط مكانها أس، وشو استخدم؟ يقول لك استخدم توزيع تي. ليش؟ لانه هذا هي المقدار هذا اللي قدامك توزيعه توزيع تي، وبعتمد سواء فترات الثقه او اختبار الفرضيات بيعتمدوا عليه هذا المقدار اللي قدامك، يعني مش على مزاجنا. يعني كنا لما نقول للطالب اذا سيجما استخدم ستاندرد نورمال، واذا ما في سيجما مجهوله خذ مكانها اس واستخدم تي، مش على مزاجه المدرس بيعطيها للطالب هاي يعني الفكره، لا، لانه هاي لها تبرير رياضي. تبرير رياضي إذا كانت السيجما معلومة بكون هذا المقدار اللي قدامك توزيعه ستاندرد نورمال، بينما إذا السيجما مجهولة خذ مكانها أس، هاي اللي قدامك اللي هو الستاندرد ديفيشن للسامبل، بصير التوزيع هذا أو المقدار توزيعه توزيع تي اسمه. فبالتالي لما بدك تستخدم سواء توجد فترات ثقة أو تجري اختبار بدك تستخدم التوزيع المقابل، هون المقابل اللي هو التي. تفضل يا علي كمل. هسه دكتور احنا هون اخذنا عينة ثانية اللي هي من واي واحد اب تو واي ام وتوزيعها نفس الاشي نورمال. هسه احنا بدنا هاي العينة طبعا لازم تكون اندبندنت مع العينة الاولى عشان اقدر استخدم انا هسه الرول الثاني. طبعا نفس الاشي دبليو اثنين اللي هي ام ناقص واحد في اس اثنين تربيع على دلتا تربيع، توزيعها راح يكون كاي سكوير. هسا انا هون بما انه العينه الاولى والعينه الثانيه اندبندنت، معناته W1 والW2 راح يكون اندبندنت حسب النظريه الثانيه، بقدر استخدم هون الرول الثاني. هسا انا بدي استخدم الرول الثاني. الرول الثاني بيقول لي W1 على درجات الحريه اللي لها n ناقص 1 على W2 على m ناقص 1. هون بصير عندي تعويض عادي، بعوض بالنهايه بيطلع معي دلتا تربيع على دلتا تربيع باس 1 تربيع على سيجما تربيع في اس 2 تربيع، توزيعها بيطلع اف ان ناقص 1 وان ناقص 1 اللي هن درجات الحريه ل دبليو 1 ودبليو. ايوه حسب درجات الحريه. طيب والله برضه عندي سؤال هون. يعني عمليا بدي اسال الكل طبعا مش بس علي. عمليا لما بنقول العينتين اندبندنت في الاحصاء، هل في عينات ممكن يكونوا ديبندنت في الاحصاء؟ ممكن دكتور ممكن متى يعني بتكون؟ يعني شلون؟ طيب عمليا شلون بدي مايز يعني هاي اندبندنت وهاي ديبندنت؟
الدكتور عن طريق الجوينت بيداف للتو سامبل. هذا رياضي جوينت بيداف يعني جوينت بيداف هو يساوي البيداف للاول مضروب في البيداف للثاني. هاي رياضيا لا بقصد عمليا عمليا يعني. عمليا دكتور احكي دكتور هلا في انه بكون ممكن نكون اندبندنت زي لما اقيس الضغط قبل اقيس الضغط قبل وبعد وبعد. طيب هذا قياس الضغط، هاي العين الاولى اعتبرها القبل والعين الثانيه بعد، هذول ديبندنت. بالاحصاء بالاحصاء بنقول في دائما عينات اندبندنت او عينتين ممكن يكونوا اندبندنت وعينتين ممكن يكونوا بيرد. بيرد بنسميهم يعني هيك على شكل ازواج، مش بس قبل وبعد، هاي قبل وبعد احد الامثله. متى يعني؟ اذا قلت لك اخذت 10 طلاب من طلاب جامعه اليرموك واخذت 20 طالب من طلاب التكنولوجيا، هل هذول عينتين اندبندنت ولا ديبندنت؟ هيك لوجيك لوجيك اندبندنت اندبندنت، هذول مستقلات ما لهمش علاقه ببعض. متى احصائيا متى بقول العينتين ديبندنت او بستنتج انهم ديبندنت؟ اذا كانت القياسات إذا كانت القياسات مأخوذة على نفس وحدة المعاينة. صح. يعني بمعنى ثاني إذا باجي بقول طلاب طلاب إيش أنتوا 632 بدي أخذ كل واحد طوله ووزنه، الطول العين الأولى والوزن العين الثاني، هل الطول مع الوزن إنديبندنت ولا ديبندنت؟ ديبندنت. هذولا بنقول ديبندنت، معتمدات على بعضها. ليش ديبندنت؟ لأنه القياسات مأخوذة على يعني كل قياسين طول وزن تأخذهم على نفس وحدة المعاينة على الشخص نفسه. بينما لو أخذت الطلاب 632 أخذنا أطوال كل طول كل طالب فيهم، وأجينا على 234 أخذنا وزن كل طالب فيهم، الطول مع الوزن هون وهون إنديبندنت هذول لأنه مش على نفس وحدة المعاينة. بينما إذا كانوا على نفس الوحدة مأخوذات عادة بكونوا paired وبكونوا dependent، بينما إذا ما كانوا على نفس وحدة المعاينة بكونوا independent مستقلة. المهم لازم هون العينات هاي اللي ذكرها علي تكون independent مشان الكلام يكون صحيح. ما لنا وما العملي، خلينا رياضي، إحنا أصلا رياضي، إحنا شو دخلنا بعملي. يلا علي كملت ولا لسه؟ دقيقة بس الإجزام بلعب دكتورة هسا عندي إجزام بالبداية. اكزامبل بدي اوضح اللي حكيناه فوق. بحكي لي let x1 up to xn be random sample من توزيع normal mu sigma تربيع. Find the likelihood ratio test of the size alpha for testing. بقول لي h0 تساوي mu versus h1 mu لا تساوي mu0. F بالبداية الفرع الأول إذا sigma تربيع كانت known والفرع الثاني إذا sigma تربيع unknown. هسا بنبدأ بالفرع الأول، بقول لي أوميجا نوت اللي هي هيها هون ميو تساوي ميو نوت and أوميجا بشكل عام اللي هي ميو بتصير بين سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. هسا بدنا نوجد توزيع النورمال، التوزيع اللي معنا موجود، وبدنا نوجد اللايكليهود إله اللي هو جوينت بي دي اف، بيطلع معنا بالشكل هذا. طبعا احنا بنعرف انه الماكسيمم لايكليهود استيميتور للميو من الريفيو بالإكزام بالاثنين اتوقع فوق راح يكون اكس بار، يعني مقدر الميو بالحالة هاي هو X بار. هسه بدنا نوجد likelihood ratio اللي هو زي ما شرح لنا محمد عبابني بالبداية، لازم نوجد استبرمام للميو belong to omega not. طبعا omega not هي هنا omega تنتمي ل يعني under h not، هي راح تكون ميو تساوي ميو not، نعوض تعويض عادي بس نعوض ميو not. وهنا بالميو تنتمي لأوميجا بشكل عام، راح ناخذ المقدر تبع الميو اللي هو الاكس بار ومنعوض فيه. طبعا عشان نوجد اللايكلي ريشيو فانكشن بدنا نقسمهم على بعض، بنعوض تعويض عادي هون، بالنهايه بيطلع معنا شكله هيك. هسه عندي منطقه الرفض اللي هي سي، سي بتساوي اللامدا اقل من كي. هسه اللامدا اوف اكس طلعت معنا هيك بالشكل هذا، بدي اعوضها هون. هسا عندي تربيع بدي اخذ الجذر، راح يصير عندي قيمه مطلقه، وبما انه هون في ناقص راح تصير بدل ما هي اقل اكبر، اكبر من كي 2. هسا احنا بنعرف الابسوليوت فاليو راح تكون القيمه اللي داخله اكبر من كي 2 او اقل من سالب كي 2، بس نشيل الابسوليوت فاليو. هسا احنا بدنا نوجد قيم كي 2،
طبعا هون بيصير تعويض عادي من وجود احتمالهن اكبر من كي 2 والاور هون بتصير زائد اقل من سالب كي 2 تساوي السايز اللي عندي اللي هو الفا. طبعا هاي اللي هي زد هي هون فبيصير عندي احتمال زد اكبر من كي 2 زائد احتمال زد اقل من سالب كي 2 تساوي السايز الفا. طبعا التوزيع عندي هون اللي هو التوزيع الطبيعي ستاندر نورمال. فمن خصائص الزد هون انه احتمال زد اكبر من كي تساوي احتمال زد اقل من سالب كي. ومن الجدول بنعرف انه كي 2 تساوي زد 1 ناقص الفا 2. فبالنهايه بيطلع عندي likelihood ratio test of size alpha يساوي 1 اذا زد اكبر من زد 1 ناقص الفا 2 او زد اقل من سالب زد 1 ناقص الفا 2، وصفر اذا سالب زد 1 ناقص الفا 2 اقل او يساوي زد اقل او يساوي زد 1 ناقص الفا 2. هذا بالنهاية شكل الراي likelihood ratio test. فمنطني ملاحظة بقول لي إنه بحالة التوزيع الطبيعي standard normal بتكون المساحة من اليسار لزد 1 ناقص ألفا 2 اللي هي 1 ناقص ألفا 2، والمساحة من اليمين لزد 1 ناقص ألفا 2 هي ألفا 2. طبعاً هسه الفرع الثاني وبفرق عن الفرع الأول إنه عندي السيجما تربيع رح تكون هون unknown مش معروفة، راح أكمله معنا عبد الحكيم. طيب عم أهلك قبل ما يبدأ عبد الحكيم بالنسبة للصفحة هاي بس اطلع لي علي لفوق بداية الصفحة. أيوة بس 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 لا لا انزل 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 بداية الصفحة بس انزل 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 بس هون. طبعا آخر شيء حتى بعدين بس بداية الصفحة يا رجل لفوق إيه؟ كمان شوي بس بس طبعا هون كاتب هي تو فايند كي 2 في عندك هالمعادله. طبعا هذا المقدار اللي بالداخل الاحتمال بكل كل حد اكس بار ناقص ميو نوت على سيجما على الجذر الان هذا مسمينه زد بعد شويه لانه هذا بتوزع توزيع ستاندرد نورمال يعني نورمال وسط صفر وتباين واحد فهي تحت مباشرة زد أكبر من كي 2 زائد احتمال زد أقل من ناقص كي 2 بنقول هذا يساوي ألف. فلاحظ فيه هنا يعني two terms. الآن مثل ما ذكر علي من خصائص التوزيع الطبيعي أنه symmetric around the mean اللي هو الزيرو الآن. بمعنى آخر احتمال زد أكبر من كي 2 لأنه زد صارت standard norm نفسها تساوي احتمال زد أقل من ناقص كي 2. فبالتالي خذ واحدة أي واحدة فيهما اي واحدة فيهم وبصير بدل الفا الفا على اثنين يعني كل واحد بما انه حاصل جمعهم الفا اذا كل واحدة فيهم الفا على اثنين فشيل اي واحدة فيهم سواء زد اكبر من كي اثنين او زد اقل من ناقص كي اثنين اذا شلت اي واحدة فيهم بصير تساوي الفا على اثنين يعني لانه تخلصنا من واحد او احتمال زد اكبر من كي اثنين تساوي احتمال زد اقل من ناقص كي اثنين امشي رياضيا وكونهم متساويات خذ يعني الأولى زائد الثانية تساوي اثنين في واحدة فيهما اقسم الطرفين على اثنين تصير ألف على اثنين. الآن أنا كان هدفي بالتعليق الآن مش هو الآن بعد بمعنى ثاني صار عندي خلينا نأخذها هيك احتمال زد أكبر من كي اثنين تساوي ألف على اثنين هدفي أجيب كي اثنين ولاحظ المسألة اللي معطينك إياها وين الأن وين بدايتها الأن بشكل عام موجودة والميو حتى الميو مش تساوي اثنين ولا تساوي ميو نوت بشكل عام ضد فرضية ميو لا تساوي ميو نوت فبتظل كلها بدلالة الألفة بمعنى ثاني الكي اللي بدي أوجدها بتظل بدلالة الألفة فلاحظ صار في عندي احتمال بدي زدها خليك معي ما مش عارف هنا وين موجودة زد خلينا نقول هيك احتمال زد أكبر من كي اثنين تساوي ألفة على اثنين بدي ما هو قيمة كي اثنين بدك ترسم الرسم وتتخيلها الآن يعني في عندي قيمة على المحور الأفقي المساحة إلى يمينها ألف على اثنين إذن المساحة إلى يسارها كم؟ واحد ناقص ألف على اثنين وهذا شو رمزه بالإحصاء اللي مستخدمه؟ بنقول زد صب واحد ناقص ألف على اثنين اللي هي تعني قيمة على المحور الأفقي المساحة إلى يسارها واحد ناقص ألف على اثنين أو زد واحد صب زد صب واحد ناقص ألف على اثنين تعني قيمة على المحور الأفقي المساحة إلى يمينها ألف على اثنين أو بنقول المساحة إلى يسارها واحد ناقص ألف على اثنين لأنها متممات بعضها فبالتالي لاحظ الكي الكونستانت كي هذا يساوي كاتبين لك اللي زد واحد ناقص ألف على اثنين وناقص كي تساوي ناقص زد واحد ناقص ألف على اثنين هذا عبارة عن رمز بس بدك تكون فاهمه
زد واحد ناقص ألفا على اثنين قيمة على المحور الأفقي، المساحة إلى يسارها واحد ناقص ألفا على اثنين، وكله بنتحدث تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري. يلا عبد بده يكمل، تفضل يا عبد. عزيز الله دكتور، يلا ثواني بس. ايوه اكزامبل 2 حسب ما هو محطوط بالسؤال، ان سيجما تربيع هي انون. هسه الفرق بين الاول والثاني، لما نجي نطلع الماكسيمم لايكلود استيميتر، لما نطلع الماكسيمم لايكلود استيميتر للسيجما انون، عندما سيجما تربيع يكون نون، فبعتبرها ان كونستنت، فبطلع الماكسيمم لايكلود بس للميو. بينما لما يكون سيجما تربيع انون، هون انا عندي تو ماكسيمم لايكلود استيميتر للميو وللسيجما. هاي الفرق بين المثال الاول والثاني. حكيم بس كبر كبر شاشة الزوم. ماشي. هون بحكي لي if mu belong to omega naught then maximum likelihood estimator of mu and sigma تربيع اللي هي mu naught والS star تربيع. بينما لما mu تنتمي للأوميجا راح يكون maximum likelihood للميو والسيجما تربيع هو X bar والS تربيع. نطلع هون السبليمم سبريمم للايكلود اندر اتش نوت، راح تكون واحد على 2 باي اس ستار تربيع اللي هي ماكسيمم لايكلود للسيجما تربيع اندر اتش نوت، في اي قوه سالب 1 على 2 اس ستار تربيع في مجموع اكس اي ناقص ميو نوت كل تربيع. بالتبسيط راح تصل معي 1 على 2 باي اس ستار تربيع قوه ان على 2 اي قوه سالب ان على 2. هو ان نطلع الماكسيمم لايكلود استيميتر اندر اوميجا. عبد عمهلك، عبد عبد عمهلك معك دكتور، بس اطلع لفوق شوي كمان شوي بس، ها كمان خطوه صغيره بس 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 خلي بس لحظه، استنوا علي لحظه بس. ها طيب وين وصلنا احنا؟ شو كنت بدي؟ ايوه الفرع الثاني اللي بدا فيه زميلكم عبد، لاحظ الان بدي اعمل سوبريمم للايكليهود فانكشن اندر اوميجا نوت. بدنا نطلع اول شيء على اوميجا نوت، هيها قدامك في عندي مجموعه تحوي قيم الميو، المفروض ميو وسيجما تربيعها، بحيث ميو تساوي ميو نوت، هاي الأوميجا نوت، والسيجما تربيع أكبر من صفر. طيب أعطانا كمان مسج إنه بعد عشر دقائق بده نطلع، إن شاء الله بنكون من هنا. فخليناها تحت أوميجا نوت. الآن لما بدي أعمل سوبريمم، لاحظ قيمة الميو شو رايح تكون يا عبد؟ أندر أوميجا نوت. الميو شو رايح؟ ميو نوت نفسه. الميو نوت نفسها، يعني الميو نفترض انها اثنين، بطلع معي الماكسيموم لايكلود استيميتور للميو تساوي اثنين، فهي قيمه الماكسيموم لايكلود استيميتور هون ميو نوت. شو بظل الان في عندي؟ سيجما تربيع اكبر من صفر، هذا اللي الان بدي اشتق. خلينا نقول اجيب لايكلود فانكشن واخذ اللين واشتق بالنسبه للمين. موجود دكتور باكزامبل فوق، خليك معي اثنين. هاي اللي بدي اياها، هاي اللي بالاخضر، اللي بالاخضر وين صارت؟ دقيقه افتح على هاي شو اسمها؟ اس ستار، هاي شايفين اس ستار تربيع. لاحظ اس ستار تربيع شو تساوي؟ مجموع اكس اي ناقص مين؟ مش اكس بارها، ميو نوت. هذا كله اندر اش نوت ناقص ميو نوت مش اكس بار، تربيع على ان. بينما اللي تحتها اس تربيع شو رايح تكون؟ مجموع اكس اي ناقص اكس بار على مين؟ على ان. لاحظ هذا الاس تربيع اللي الان واضع المؤشر عليها زميلكم، إذا تروح هيك تتحرك على اليسار بنقول اف ميو بيلونج لمين؟ لأوميجا الآن، تحت أوميجا الكلية، يعني بمعنى ثاني بدي ماكسيموم لايكلود استيميتور للميو ولسيجما تربيع، رايح تكون واحدة اكس بار وواحدة اس تربيع، اس تربيع بالحالة هاي رايح يظهر فيها مجموع هذا اللي بالأخضر الثانية اكس اي ناقص، بالأساس لازم تكون ميو، ما
مكان اكس بار. شو الماكسيموم لايكليهود استيميتور للميو اندر اندر اوميجا؟ رايح يكون اكس بار، فباخذ مكانها اكس بار. بينما بالفرع اللي قبله شو اخذت مكانها؟ ميو نوت، لانها كانت سمبل. تفضل كمل يا الله. بس نطلع الصبر امام اندر اتش نوت واندر اوميجا، فبقسم الريشو تيست اللمدا وفيكس، فبطلع مع الجواب النهائي حاصل القسمه مجموع اكس اي ناقص اكس بار تربيع على مجموع اكس اي ناقص ميو نوت تربيع كل قوه ان على 2. هسه هون هذا الفانكشن طلع معي صعب ان نتعامل معه، فبدي احاول بطريقه معينه بحيث ان اسهل التعامل معه وطلع قيمه الكي اللي موجود بكريتيكال ريجن هون. فباخذ اخذت المقام اللي هو مجموع اكس اي ناقص ميو نوت كل تربيع، طرحت منه اكس تربيع وجمعت له اكس تربيع واخذت اول اثنين عملت بار اكس بار اكس بار اكس بار، اخذت اول حدين عملتهم حد واخر حدين كمان عملتهم حد، فكيت التربيع ودخلت السوميشن، فبطلع مع الجواب النهائي مجموع اكس اي ناقص اكس بار تربيع زائد ان في اكس بار ناقص ميو نوت تربيع، فبطلع معي لمدا اوف اكس هو هاي صورته مجموع اكس اي ناقص اكس بار تربيع مقسوم على مجموع اكس اي ناقص اكس بار تربيع زائد ان اكس بار ناقص ميو نوت كل تربيع كل قوة ان على 2. هسه لايكليهود كريتيكال ريجن هو سي يساوي اكس سطش دات لمدا اوف اكس اقل من كي، باخذ هاي الصورة واحطها اقل من كي، هسه بدي اخلص من الان على 2 برفع القوة 2 على ان. هسه هون بدي اقلب البسط بخليه مقام والمقام بخليه بسط، فبغير اشارة الاكبر الاقل بتصير اكبر. سبقسم البسط على المقام هيطلع معي 1 زائد ان في اكس بار ناقص ميو نوت تربيع على مجموع اكس اي ناقص اكس بار تربيع اكبر من كي 3. بقول 1 على الطرف الثاني راح اطلع معي الصيغة هاي. هسه هون الان انا خليتها لوين؟ مقابل مقام عشان احولها ستاندرد نورمال او كاي سكوير بطريقه معينه بحيث اني اسهل اطلع قيمه كيو 4. فخليت الان هاي مقابل مقام. هسه هون مجموع اكس اي ناقص اكس بار كل تربيع من اللي طلعناه هون هاي لما اضرب الطرفين بان راح يطلع مجموع اكس اي ناقص اكس بار تربيع هو عباره عن ان اس تربيع. هاي هون صارت اس تربيع، طبعا هون بي ان، بس الان انا ضربتها بكي 4 فصارت عندي كي 5. صار عندي الاقتران اكس بار ناقص ميو نوت تربيع على اس تربيع على ان. خط الجدل التربيع للطرفين صار عندي ابسولوت فاليو. من خصائص الابسولوت فاليو اذا كان اكبر من رقم اللي داخله راح يكون اكبر من الرقم نفسه او اقل من سالب الرقم نفسه. ونوت ذات الاتش نوت ميو ايكوال ميو نوت يكون التي هي نفسها هاي اكس بار ناقص ميو نوت على اس على جدر الان توزع تي درجات حريه ان ناقص 1. هون زي ما حكى الدكتور ليش مش ستاندرد نورمال؟ انا عندي هون اس مش سيجما تربيع، سيجما تربيع كانت ان نون بالمثال هذا. ايوه عبد معك. البقيه كلهم تقريبا نفس فكره، لانه صار عندي احتمال تي اكبر من كي 6 زائد احتمال تي اقل من ناقص كي 6 يساوي الفا. وشلون بدنا نجيب الكونستنت؟ توزيع تي والتوزيع الطبيعي الاثنين سيمتريك حول الصفرة، يعني تقريبا نفس الخصائص هون. لما بدك تجيب الكونستنت تمشي بنفس الخطوات، وبدك تستخدم اللي هو درجات الحريه وبالاضافه للسايز اللي هو الالفا، فيطلع معك هاي الفاي اللي واضع زميلكم عليه المؤشر فاي اوف زد، هو مكتوب المفروض فاي اوف تي. هو خطا طبعا فاي اوف تي. بيطلع له الصوره. طيب انا يا عبد بدي تطلع لفوق شويه، لفوق شويه لما ايوه كمان 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 ايوه من هون بس 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 هاي الان لمدا اوف اكس طلعت معك على هالصوره، فالسي صارت على هالصوره، بعديها اكس مش عارف ايش، بعديها شو قلت لنا ضيف اكس بار واطرح اكس بار، وبعدين مش عارف الربع، وبعدين فوق. طيب شو بتعمل قاعد يعني؟ ما بدي اوصل لشيء معين اللي اقدر اتعامل معه اللي اطلع من خلاله قيمه الكي 3. يعني لما كانت لامدا اوف اكس على الصيغه هاي ايوه هون من الاخضر من الاخضر فوق هذا ضيف اكس بار واطرح اكس بار ومش عارف شو بنعمل قاعدين. هو زي ما بقول بدي اوصل طريقه معينه اقدر اتعامل مع هذا الاقتران بحيث اني اطلع قيمه الكونستنت اللي لامدا اوف اكس راح يكون اقل منه، بس اذا كان الاقتران على الصيغه هاي صعب اني اتعامل معه، يعني صعب اني اطلع نقطة 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 يعني. الان زميلكم توصل بحاصل قسم لمدا اوف اكس هذا المقدار اللي فوق الاخضر اللي كان عليه المؤشر اللي هو مجموع ايوه هذا اللي عليه المؤشر، هذا اللي توصل له زميلكم. الان بعد شوي حتى يجيب
حتى يجيب الآن قيمة حتى يجيب التست نفسه اللي بدنا إياه اللي هو likelihood ratio test، هذا lambda of x لازم يكون أقل من constant، لازم أعرف شو قيمة الconstant k. الآن بمعنى ثاني هاي lambda of x قدامك بدك تقول أقل من k ووجد لي قيمة k بحيث size يساوي 5%، هيك بدنا نمشي فيها. الآن كل اللي ذكروا بعد شوي هو يقول لك ضيف x bar، اطرح x bar، ربع، اقلب المقدار، مش عارف إيش، هذا تكنيك قاعد زميلكم خلينا نقول بمشي فيه حتى يوصل لي يقدر يجيب لي قيمة كي. إذا عندك طريقة ثانية لإيجاد قيمة كي تبعها، لكن للأسف مش رايح تلقى إلا الطريقة هاي اللي كان يشرح لكم فيها زميلك شلون يبسط وشلون يضيف ومش عارف. البعض بيقول لك شلون بدي أعرف إني أضيف وأطرح؟ إذا بدك تعرف، لأنه أصلا لو بتعرف ما خدتش مساق جديد، تأخذ مساق جديد مشان تعرف. فالآن المقدار هذا اللي بالمقام، بالمقام هو اللي فيه الميو نوت، بالمقام ضاف زميلكو إكس بار وطرح إكس بار مشان يصير يظهر فيه بالمقام حد نفس الحد اللي بالبسط مشان يصير يسهل عليه بعد شوي عملية اختصارات، وما يقدرش يختصر إلا إذا قلب كمان المقدار، عشان هيك بيقلبه مشان يختصر. فكل هذا التكنيك اللي موجود قدامك خطوة وخطوتين وثلاثة وأربعة، يعني مش لا تشغلش بالك كثير فيهم، لا، بس هذا يعني ماشي فيهم حتى يقدر يجيب قيمة الكي. مرة بطرح، مرة بقسم، مرة بقلب المقدار. إذا يعني خلينا نقول ألعاب رياضية، إذا بتشوف أنت في طريقة هيك أسهل ودايركت أكثر اتبعها، المهم تجيب لنا قيمة الكونستانت كي. فهو ظل ماشي فيه حتى توصل آخر شيء إنه المقدار الراندوم فيربل هذا الطرف الأيسر اللي فيه أبسوليوت فاليو، اللي داخل الأبسوليوت فاليو، هذا توزيعه توزيع تي، لأنه مش السيجما ظهرت فيه، ظهر فيه الأسة. فبالتالي بده يستخدم توزيع تي في ايجاد الكونستانت كي 3. اتفضل كمل المثال الاخير. ظل معنا المثال الاخير هو مش تكمل الاكزامبل 4، معطينا هون قيم الفور كانت مجهوله، معطينا هون ان ومعطينا الميو، معطينا سيجما تربيع ومعطينا الفا، بس أيوة. احنا بنروح نعوض القيم بس مباشره. عبد الله يعطيك العافيه، عبد الله يعطيك العافيه. هذا بس معطينا هذا نفس المثال السابق، بس شو عامل؟ الآن كانت بشكل عام، والميو كانت ميو نوت كانت بشكل عام، والسيجما كانت مرة معلومة مرة غير معلومة، هون قاعد بعطيك قيمهم بس بثبتهم، بدك ترجع تعوض. لا لا خلاص انهينا. الله يعطيك العافية عبد، الله يعافيك يا رب. مفيش داعي رد نمشي فيها يعني، الله، بدك ترجع للمثال السابق بس، وصير يعني سبيشال كيس صارت من المثال السابق. قبل ما ينتهي الوقت، يعطيكم العافية الجميع اللي شرحوا. الآن السؤال للكل، إذا في أي سؤال على أي جزء بالمحاضرة تسألوا زملائك واسألوا قبل ما ينتهي الوقت. طيب دكتور، قبل ما ينتهي الوقت كمان كتبنا مجموعة أسئلة زيادة على likelihood ratio test، ومنا نبعثن على جوجل. تأكدوا من ما مش تصير نجيب سؤال بعدين تعمل تيستينج على إكسبار يا لا لا دكتور على ميو يعني تأكدوا منه خلاص أول ما جبتوا. وإذا يا محمد أنت وعبد إذا جبتوهن من مصر